بس في جميع الانتظام ديالتها من الناحيه ديال التحديات المستحقه ديالتها من ناحيه شركه كازا تكنيك. ولكن دابا حنايا الان على مستوى جماعه النضال ان القوه على اساس انه نفرضوا على هذه الشركه مثل هذه الحاله من اجل الالتزام ما يتعلق خصوصا بجميع مواد الفصول المتعلقه بدفتر التحملات. اكيد احنا ما يمكنناش نبخسوا العمل اللي كيديروه الاخوان. اولا قبل كل شيء الشركه اولا يجب ان نحيي ونرفع القبعه خصوصا العمال النظافه اللي كيديروا مجهود جبار على مستوى خصوصا في ظروف ديال الاعياد الوطنيه كضحيوا باش يخرجوا مدينه نقيه ونظيفه اللي كيسعوا دائما جميع يعني كساكنه او ما يتعلق بالزوار تكون مدينه النظافه في حله وضعها حله اللي كيبغيها اي واحد خصوصا سيدنا الله ينصرو اللي يبغى هذه المدينه تكون مدينه ديال قطيره التنميه على مستوى المنطقه الشرقيه. ولكن رغم كل ذلك ان مجموعه من الملاحظات ربما هذه مهمه جدا ما يتعلق بشركه كازا تكنيك. والحال انه تدخل الاخير ياسين عامر صاحب الجلاله السي علي خليل كانت تجربه يعني تدخلته وجيهه جدا. وان كان على مستوى التحملات السي حاج عيسى وما كيتابع بطبيعه الحال على مستوى المراقبه وتتبع في تنفيذ جميع شروط ديال دفتر التحملات. نحن مقل الناظور حداد بني بوفرور وزنغان وايضا محور اخر ما يتعلق ديال سلوان وديال عروبه. حنا ارتباط مباشر كل ما كانت المدينه نظيفه كل ما كان يعني كيأثر على شكل على اساس انه جلب خصوصا الجاليه القاطره من الخارج او الزوار من اجل الكافيه حول التوقعات الماليه. خصوصا ان موضوع الملحق عباره عن تغييرات مهمه لشبكه النقل الحضاريه. ولمزيد من التوضيحات احيل الكلمه السيد مدير الشركه. استنى يمكن كما ان المؤسسه تفتح ابوابها لكل مقترح يروم توسيع الشبكه وبالتالي استفاده اكبر عدد ممكن من الساكنه من خدمات هذا المرفق الحيوي. والان هذا النقطه ندمجوهم بجوج ونناقشوهم ونجاوب عليهم. معليش على الصلاه ما بقى لها والو. والان اعطي الكلمه للسيد